انسلتن يا أريان روبن نجم الكرة الهولندية يسارية ذهبية في الشباك الكتالونية. نار 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 بايرن ميونخ في هذا المشوار. أريان روبن 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 الهولندي المتحدي والكتيبة البابارية تأخذ أجمل أسبقية على الأراضي الكتالونية. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري، كرة رائعة، كرة خرافية بافارية في الملاعب الأوروبية. مانجوكيتش روبن أتمت لويس جوستافو، ماكينة ألمانية في التحرك، ماكينة ألمانية، ماكينة ألمانية، جول 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 الألمان الألمان الألمان. قلت لكم مشاهدينا الكرام هم ملوك الزمان. بالنيران بالنيران يكتوي الإسبان نيران صديقة لبيكن باور جيرار بيكي. انت برسايدي برشلونة، كرة ألمانية نارية، ريبيري في التوزيع وجيرار بيكي يضع الكرة في الشباك وهو الفتاك، والنهاية دراماتيكية للكتيبة الكتالونية. قلت لك عذبت ألمانيا سابقا منتخب إسبانيا، فاز على ألمانيا في نهائي اليورو 2008. منتخب إسبانيا أقصى ألمانيا من نصف نهائي المونديال 2010، ومنتخب إسبانيا فاز باليورو 2012.